بداية بطيئة في عالم السنيكرز لسنة 2023. مرحبا، أنا حمد طاهر ويا هلا فيكم في قناتي. قبل ما نبدأ، كل عام أنتم بخير وهابي نيو يير وسنة سعيدة على الجميع، وإن شاء الله تكون سنة خير يا رب، وأتمنى أن الكل يحقق أحلامه. حلقة اليوم وزي ما عودتكم هتكلم على أخبار الشوزات اللي نازلة في شهر جانيوري سنة 2023، واحدة واحدة بالتفصيل، متى اليوم اللي نازلة فيه، كم سعرها، إيش رأيك. بس حاجة أخيرة قبل ما نبدأ، بليز لا تنسى اللايك، واللي ما اشترك في القناة اشترك في القناة، وفعل جرس التنبيهات، وسوي شير قد ما تقدر للمقطع، ولا تنسى اللايك اللايك اللايك. أول شوز نازل معانا لسنة 2023 اللي هو دانك لو الريفيرس برازيل، هينزل في أمريكا يوم 2 جانوري بسعر $110. الشوز ده عليه طلب عالي. الشوز ده مشابه للدانك لو البرازيل، بس هذا ريفيرس برازيل، يعني ألوانه معكوسة. طبعا زي ما قلت لكم عليه طلب وأسعاره دائما تطلع، أنصح به بما أنه دانك لو، بس أحب أقول لكم أنه ألوانه صعبة في اللبس. الشوز اللي بعده اللي هو الدانك الهاي السايكيك بيربل، هينزل في أمريكا يوم 2 جانوري بسعر $120 بألوان البيربل والبلاك. أنا صراحة أشوفها مرة عادية ومو عجبتني، وأنا صراحة ما أفضل الدانك الهاي. الشوز اللي بعده اللي هو الدانك لو المارز ستون، هينزل في أمريكا يوم 4 جانوري بسعر $120، وما أعرف هينزل هنا في السعودية ولا لا. الشوز ده أنا شفته في دبي في نايك ستور اللي في دبي، ما عليها طلب، ألوانه جيدة، بس بصراحة أنا ما أنصح بالشوز ده لأنه ألوانه شوية صعبة في اللبس. الشوز اللي بعده اللي هو الاس بي دانك هاي البون شوب، هينزل في أمريكا يوم 4 جانيوري بسعر $125. الشوز ده اس بي دانك وكولابريشن، يعني جودة مرة عالية. صراحة يعني ما أنصح بالشوز ده، ما عليها طلب كثير، جيدة، مش بطالة، يمشي حالها. الشوز اللي بعده اللي هو الجوردن 1 هاي الترو بلو، هينزل في امريكا يوم 14 جانيوري بسعر $180. ما اعرف هينزل هنا في السعوديه ولا لا، احتمال ينزل فوت لوكر ونايكي السعوديه، نايكي ستور او الويب سايت. ما انصح بالشوز ده، انصح بالشوز ده على التخفيض. ليش؟ لانه الجوردن 1 هاي في الفتره الاخيره ملاحظين انها ما بتنباع بسرعه. يعني الجوردن 1 هاي الهيريتج، وهي الوانها الوان الشيكاغو، ودائما اقول هنا في القناه جلست فترة ما انباعت ونزل عليها تخفيض، والآن ممكن تأخذها $150. الجوردن 1 هاي الستارفيش برضو باللون الأورنج، إلى الآن ما انباعت، يعني ما في عليها إقبال، ونزل عليها تخفيض، نزل عليها تخفيض برضو. السوش حقها مو باللون الأسود، باللون الأورنج. هذه نفس الحكاية، جوردن 1 هاي باللون الأزرق واللون الرمادي، بس السوش باللون الأزرق، فما عليها طلب، ما هيكون عليها طلب. الناس تفضل السووش أو علامة النايكي اللي تكون باللون الأسود، وأنا دائما أقول هنا، حتى شفتوا يمكن الحلقات اللي سويتها حقة الدنكس اللي سويت عليها كاستم، دائما قد ما أقدر أخلي السووش باللون الأسود، لأنه تمشي مع أشياء كثير في اللبس. هذه أنصح بيها للناس اللي نفسها في الجوردن أو اللي عجبها اللون، أنصحك تأخذها، أصبر عليها شوية، مو 100% بس أكيد هينزل عليها تخفيض. الشوز اللي بعده اللي هو الجوردن 5 الدنك اون مارس، هينزل في امريكا يوم 14 جانيوري بسعر $200، وما اعرف هينزل عندنا هنا في السعوديه ولا لا، احتمال فوت لوكر ونايكي السعوديه. ما انصح بالشوز ده زيه زي الجوردن 1 الترو بلو، انصحك انك تاخذه بالتخفيض. نزل قبله الجوردن 5 البولز بنفس الالوان باللون الاحمر، وافتكر ان انا رحت نايكي السعوديه هنا المتجر وكان عليه تخفيض 30%، احتمال هذا لو نزل عندنا برضه هينزل عليه تخفيض، ما عليه إقبال كبير، دوبه نازل نفس اللون قبل يمكن 3-4 شهور السنة اللي فاتت. شوز جيد مش بطال، بس أنصحك لو تبتاخده خده على التخفيض. الشوز اللي بعده اللي هو الدنك لو السيسمي، هينزل في أمريكا في شهر جانيوري، ما حددوا إيش اليوم، هينزل بسعر $120، ما أعرف هينزل عندنا هنا في السعودية ولا لا. صراحة ما أنصح بالشوز ده، أنا ألوانه مو عجبتني، تمشي مع أشياء كثير في اللبس. في الأخير دنك لو أكيد هيكون عليه طلب وأكيد هينباع وهيخلص بسرعة. الشوز اللي بعده اللي هو الدنك لو الباندا او الدنك لو البلاك اند وايت، هينزل في امريكا يوم 19 جانيوري بسعر $110، وهذه المره السابعه ولا المره الثامنه اللي يسووا له ريستوك، يعني ينزلوه مره ثانيه، يصدروه مره ثانيه، 7-8 مرات يمكن اصدروه، وكل ما ينزلوه، يعني هو سعره $110، كل ما ينزلوه سعره يضرب ال 200 بعدين يرجع يهدى شويه ل 160-170 سعر الريسيل. فالشوز عليه طلب مرة عالي لأنه ألوانه حلوة وألوانه تمشي مع أشياء مرة كتير. صراحة مرة أنصح به لو تقدر تأخذه بالريتيل.
الشوز اللي بعده اللي هو الجوردن 1 لو الير اوف رابت، هينزل في امريكا 21 جانيوري بسعر 130 دولار. من كل الليست دي اللي قلت لكم عليها اللي راحت، ويمكن يكون افضل شو من افضل شوزات الجوردن 1 لو في سنه 2023. مره ليميتد كواليتي، مره عالي، الشوز مشابه للجوردن 1 لو ترافيس سكوت، مره انصح بيه. الشوز اللي بعده اللي هو الجوردن 7 البلاك بيرلي جريب، هينزل في امريكا يوم 24 جانيوري بسعر 150 دولار. انا صراحه ما تعجبني شوزات الجوردن 7 كلها، ما تعجبني، بس في الفتره الاخيره نزلوا جوردن 7 التروفي روم، صراحه ده واحد من احلى الجوردن 7، او هو يمكن الجوردن 7 الوحيد اللي ممكن البسه، شوز مره جبار. لكن هذا صراحه اللي هينزل الشهر ده اللي هو الجوردن 7 البلاك بيرلي جريب، انا بصراحه مره ما انصح بيه. الشوز اللي بعده اللي هو الجوردن 2 الكرافت، هينزل في امريكا يوم 26 جانيوري بسعر 200 دولار. انا ماني عارف ايش حكايه نايكي، او نايكي وجوردن بيحاولوا قد ما يقدروا يسووا بوست للجوردن 2. صراحه نزلوا الوان حلوه قبل كده، الجوردن 2 اليونين، الجوردن 2 الميجون شاتو روج، قبل كم يوم شفنا الجوردن 2 الشيكاغو، قعدت فتره ما تباعت بس دحين صار لها سولد اوت، رغم ان الوانه مين مره حلوه. هذا صراحه رغم انه الوانه حلوه ومره عجبتني باللون البيج او البني، بس اتوقع انه هينزل عليه تخفيض. شوز جيد لو تاخذه بالتخفيض، بس سعر 200 دولار صراحه ما يسوى. الشوز اللي بعده اللي هو الجوردن 1 لو اليونين الكيو، هينزل في امريكا 27 جانيوري بسعر 150 دولار. من الشهر ده هذا الشوز والشوز حق الجوردن 1 لو الير اوف ذا رابت هم احلى شوزين صراحه نازلين الشهر ده، مره انصح بالشوز ده. الشوز ده كولابريشن مع البوتيك او الستور يونيون اللي في لوس انجلوس، مره جيد. شفنا كيف الكولابريشن اللي سواها قبل كده مع الجوردن، جوردن 1 الهاي، وسوى مع الجوردن 4 كولابريشن، دائما اليونيون مع الجوردن تطلع جيده. سيبك من الكولابريشن اللي سووه مع الكورتيز، صراحه ذاك فشل، بس في الاغلب الكولابريشن بين يونيون وجوردن يطلع مره جيد. هذا الشوز صراحه مره جيد، سعره 150 دولار، اغلى من شوزات الجوردن واللو العاديه، بس مره انصح به. في على قولهم سمر فايبس باللون الابيض، زي ما قلت لك الشهر ده الشوزين اللي انصح بيهم بس، والبقيه مره ما انصح بيهم ومو عاجبيني، اللي هو الجوردن واللو الير اوف ذا رابت والجوردن 1 لو اليونين الكيو. وفي الاخير يا جماعه، اهم خبريه معانا ده الشهر انهم هينزلوا ييزي 350. انا الشهر اللي فات تكلمت وقلت انه خلاص ما عاد في ييزي، نو مور ييزيز، وتم انهاء الشراكه بين كانيي واديداس. الشهر ده اديداس هتنزل ييزي 350 V2 باللون الجراي، طبعا هينزلوا الشوز ده من غير اسم ييزي، نفس الديزاين ونفس كل حاجه بس من غير اسم ييزي. وانا قلت الشهر اللي فات، او قلت في حلقه انهاء الشراكه بين كانيي واديداس، انه ييزي عندها الحقوق حقت الشوزات دي والديزاينات، وتقدر تنزل او تصدر اي شوز من دي الشوزات، بس لازم تشيل اسم ييزي. يعني هيكون نفس الشوز الـ 350 او اي شوز ييزي، من جوة الشوز هيكون مكتوب اديداس وييزي، هيشيلوا اسم ييزي وهينزل الشوز زي ما هو. طبعا اللي يقهر في الموضوع ايش، انه اديداس عندها الحقوق حقت دي الديزاينات، وهتنزل الشوزات دي وهتبيعها بنفس السعر اللي لما كانت على شراكة مع كاني. يعني سعر اليزي 350 الـ V2 230 دولار، اديداس هتصدر الشوزات هذه برضو بنفس السعر بـ 230 دولار، وهنا عندنا السعودية بـ 1250 ريال. فهذه أهم خبرية معانا للشهر، إنه خلاص ييزي راجعة بديزاينات بالشوزات القديمة، وهيصدروها الشهر الجاي، ما حددوا اليوم بالضبط بس أكيد إنها نازلة باللون الجراي. وكده نكون غلقنا أخبار الشوزات لشهر جانيور 2023. أتمنى تكون عجبتكم الحلقة، يا ريت اللي ما سوى لايك يسوي لايك، فعل جرس التنبيهات واشترك في القناة وسوي شير قد ما يقدر للمقطع. سناب اللي بيعرف عني برا اليوتيوب، انستغرام القناة، التيك توك يا جماعة روح سووا فولو هناك، وفي النهاية شير، تيك كير.